لقد حفلت كتب التراجم بأخبار زاخرة من أخبارهم وهم يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة. وكم تقرأ من أخبارهم إنك لتجد العجب وتقف مدهوشا حائرا أمام تلك الأخبار، حتى ربما لا يكاد الإنسان يصدقها لكنها حقيقة. خرج عباد بن بشر رضي الله عنه مع عمار بن ياسر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فكانوا مع النبي عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة من يحرسنا؟ فانتدب عباد وعمار فكانوا يحرسون على مرتفع، يحرسون الرسول والصحابة، فاقتسموا الليل بينهم نصفين نوبتين، يحرس أحدهم وينام الآخر. فكانت النوبة الأولى على عباد بن بشر، فقام يحرس، ففكر في نفسه أنه لا يمكن أن يبقى رغم أنه بعمل صالح رباط من أجل الأعمال وأحبها إلى الله، ولكن مع ذلك يريد أن يتاجر مع الله تبارك وتعالى بعمل صالح آخر، وهذا هو شأن التجار، تجار الآخرة، تجار الأعمال الصالحة، كما هو بالنظير والشبيه تجار الدنيا في حرصهم على الدنيا، فإنه يضرب على ما يقول عصفورين بحجر. فقام يصلي لله عز وجل، فجعل يصلي ويترنم مع آيات القرآن، فشعر بلذتها، فإذا به يرتفع صوته شيئا فشيئا، فجاء عدو الله الكافر فسمع الصوت في ظلام الليل وصوب السهم نحوه، فرماه بالسهم الأول فانتزعه وواصل صلاته، ورماه بالثاني وانتزعه وواصل ثلاثة وواصل صلاته، ثم رماه بالسهم الثالث فانتزعه وواصل صلاته. فلما سلم أيقظ عمار فرأى الدم يثعب من جسده، فقال له: رحمك الله، ألا أيقظتني؟ قال: والله لقد كنت في سورة ما أحببت أن أقطعها ولو خرجت روحي، ولولا أني أخشى أن أضيع ثغرا أمرنا رسول الله بحراسته لما تركت قراءتها حتى تخرج روحي. لولا أنه يخشى أن يأتي هذا الكافر فيقتل عمار ويفدى الكفار على الرسول والصحابة، لولا أنه يخشى من ذلك لما قطع الصلاة. سبحان الله، أي قلوب يحملونها وأي أعمال صالحة يفعلونها، ذلك هو واقعهم وتلك هي سيرتهم، فأين نحن منهم؟ ما زلت بالسمع أهواهم وما ذكرت أخبارهم قط إلا ملت من قرار.